يا كابتن مدحت. يا اهلا وسهلا، مساء الانوار. سامعك بصعوبه يا كابتن مدحت. نعم سامع صوتك بصعوبه. سامع صوتي بصعوبه، ظبطوا الصوت يا جماعه فوق. اتصلوا بيا تاني يا كابتن. وانا كمان سامع صوتك بصعوبه شويه، ظبطوا لنا الصوت يا جماعه. استاذ هشام، السؤال: ماذا بعد تنازل نادي الزمالك عن شكواه تجاه اللاعب احمد الشيخ؟ والله يا كابتن مدحت انا الحقيقه انت بتكلمني وانا بسمع منك لاول مره دلوقتي ان نادي الزمالك قدم تنازل، لان انا كنت قدم تنازل. جيت انا جيت من اتحاد الكوره نمت ولسه قايم حالا. نعم. فانا فنادي الزمالك كان فعلا قايل ان هو هيقدموا تنازل. نعم. ولكن انا والله اول مره اسمع منك دلوقتي حالا. لا لا، هو قدم تنازل بعد مكالمتي الشخصيه معاك بحوالي ساعه الا ربع، وصل خطاب لاتحاد الكره، انا قريته دلوقتي. طب تمام. طب اه في طياته التنازل عن الشكوى. تمام يا كابتن، دي حاجه كويسه. اه ايه بقى الخطوه؟ هل هناك خطوات قادمه؟ والله يا كابتن احنا قدمنا النهارده التظلم عادي، انت عارف ده استئناف، اسمه استئناف طبعا. نعم نعم. لان اصلا احنا خدنا قرار لجنه شؤون اللاعبين. ايوه. ثم يعقوبها طبقا للوائح والقوانين ان احنا بنعمل تظلم. نعم. التظلم ده اللي هو زي الاستئناف، يعني زي لجنه فض المنازعات الاتحاد الدولي يعقوبها بعد كده التظلم امام الكاسه. تمام. فده نفس الموضوع بالظبط. وطبعا هي اكيد لجنه التظلمات هتشوف الموضوع. نعم. وتشوف الرؤيه مختلفه عن ما كانت موجوده في شؤون اللاعبين، لان يعني دلوقتي بقى في تنازل من نادي الزمالك، فبالتالي دي لجنه قضائيه، وانا ما اقدرش يعني كمحامي ما اقدرش اقول اللجنه هتعمل ايه او هتتصرف في الموضوع ازاي. ولكن اللجنه ما ترى لجنه قضائيه كلنا بنثق فيها، وقضاء مصر قضاء عادل. وبالتالي اللجنه دي هي بمثابه استئناف للقرار. طبعا بيختلف تماما لما يبقى في تنازل. أيوة. مقدم من الشاكي. اكيد يا كابتن. طيب لما في تنازل من الشاكي امام لجنه التظلمات، بما يعني ان امام لجنه التظلمات خلاص اصبح الموضوع غير ذي موضوع، هل حضرتك باعتبارك المحامي المكلف من قبل النادي الاهلي سيستمر النادي الاهلي في هذا الامر، ولا يكتفي بانه الامر قد انقضى وانتهى الموضوع؟ بص يا كابتن مدحت، عشان ما يبقاش في خلط في الموضوع، انا محامي اللاعب. نعم. ومش مكلف من النادي الاهلي، انما طبعا لان اللاعب لاعب في النادي الاهلي فلا نغفل ان في كلام بيني وبين المسؤولين في النادي الاهلي، ده اكيد. نعم. انما انا ك ك كبدافع عن احمد الشيخ، انا محامي احمد الشيخ. نعم. والنادي الاهلي ليه زي ما حضرتك عارف ليه مجلس اداره وما يتخذ من قرارات في ايديه هو، وانا تعودت. نعم. في النادي الاهلي من ساعه ما اتعاملت مع النادي الاهلي في مواضيع شتى يعني ان كل واحد ليه دوره، وكل واحد ما يتخطاش دوره ابدا. وانا كابتن مدحت انت عارف ان انا رجل محامي بحترم دوري كمحامي، ما اقدرش اتخطى دوري بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي او اي مسؤول في اي ده معناه يا استاذ هشام انه النادي الاهلي لسه ما اتخذش قراره باستكمال المشوار من عدمه بعد سحب شكوى نادي الزمالك، لسه ما خدش قرار؟ بص يا كابتن مدحت انت عارف انا ظهر القول، والله ما حد كلمني ولا قال لي اي حاجه. لسه يعني. ما ده مهم لانه الكلام كتير في الوسط. انت عارف ان انا ايه دغري يعني. طبعا طبعا ما بلفش وادور يعني. فعلا انا بقول لحضرتك انا دوري يتلخص ان انا اللاعب بتاعي كان لازم اعمل له التظلم بتاعه علشان يتم ايقاف تنفيذ العقوبه، بما انه العقوبه ما فيش. على فكره مش معنى كده انتقاصا او اي حاجه من اي مبادره من اي حد، خلي بالك. انا ده زي بالظبط كده عشان نسهل على الساده المشاهدين، زي حكم اول درجه انت بتعمل استئناف. نعم. لان محكمه اول درجه لا تملك ان هي تبت
في الموضوع تاني. نعم كده يا كابتن، وانت طبعا رجل قانون ودارس واخد لسانس حقوق وشرطه ويعني نعم وسياده اللواء وكل القانونيه عندك يا ريس. الله يخليك. طيب يعني انا اقدر اطلع من اجابات حضرتك انه لم يكلفك النادي الاهلي حتى هذه اللحظه بامر جديد بعد سحب نادي الزمالك لشكواه. وانت برضو انا احب بس اصحح لك. اتفضل. ارجوك انت حضرتك طبعا عفوا ان انا بقول لك اصحح لك. لا بالعكس، ولكن الفكره التظلم ده مش ضد اي حد. التظلم ده الاجراء الطبيعي اللي لازم يعمله احمد الشيخ. تمام. والتظلم ده مش النادي الاهلي بيعمله. يعني النادي الاهلي ملوش علاقه بالموضوع، عشان بس حتى لو اتلغت العقوبه يا هشام بيه، حتى لو العقوبه اتلغت. نعم. حتى لو اعلن اتحاد الكوره الغاء العقوبه. لا خلاص، اهلا وسهلا ومرحبا. حد حد يكره كابتن مدحت؟ يعني لو لغى الاتحاد الكوره اعلن النهارده ان خلاص العقوبه اتلغت نتيجه سحب الشكوى، هل هتستمر في تظلمك امام لجنه التظلمات ولا هتستمر في تظلمي ازاي اذا كان الكيس مش موجود؟ بس خلاص، ده اللي انا كنت عايز اسمعه. ما هو كابتن مدحت ده قالب ايه؟ انت استاذنا يعني. لا العفو، انا اصلك الوسط مليان كلام كتير، فانا حبيت اسمع منك انت شخصيا. لا لا، ما انت طول عمرك بتجيب من الاخر. تمام، كما عودتنا يعني. فبرضو ارجع تاني اقول لك كابتن مدحت ان الاجراء طبقا للنوايح والقوانين. تمام 100% الحق طبيعي. قدم التظلم، انما موقف النادي الاهلي من الازمه يرجع لمجلس الاداره برضه. يرجع لمجلس الاداره بالظبط كده. انا بشكرك يا هشام بيه ودائما موفق. بس انا كابتن بقى فضل. يعني معلش اتفضل، هقول لك الكلام ده وقلته لك من 5 سنين، وقلته لك ايام مؤمن زكريا برضه. قول لي تاني عشان ما سمعتش. قول لي تاني. هقول لك الكلام ده هعيده تاني. اتفضل. ان لازم يا كابتن مدحت نعم نستفيد من هذه الازمه. ايوه. بمعنى ان لابد يا كابتن مدحت النظر مره اخرى في قيام اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري برئاسه اللجان. نعم يا كابتن مدحت، احنا مش اقل من اي حد حوالين مننا. الامارات، السعوديه، اي البلاد الافريقيه، مفيش حد يا كابتن مدحت بيعمل اللي بيتعمل في مصر. واحنا زي ما نكون مبسوطين باللي احنا بنعمله. احنا موضوع بيبقى صغير ويخلص في ثواني، ما بيخلصش. احنا اللي ما بنخلصوش. لازم لابد احترافيه اللجان وابعاد مجلس اداره اتحاد الكوره عن اللجان. تمام. وانا يا كابتن مدحت ما ينفعش يبقى حد ماسك لجنه كذا ولجنه كذا و10 لجان والورق عنده مكدس ومش قادر يحل المشاكل. نعم. لابد يبقى في احترافيه في لجان اتحاد الكوره للارتقاء بالرياضه في مصر. وعدم وجود بعد كده اي مشاكل، ويبقى نظام مؤسسي محترم، كل واحد عارف حقه، الصغير قبل الكبير، ونفعل بقى لوائح الاتحاد الدولي. تمام. لما نشوف نادي بيكلم لاعب نوقف النادي قبل اللعبه يا كابتن. النادي الثاني. ايوه، اي نادي بيكلم لاعب، اللاعب متعاقد مع نادي اخر وعنده عقد. لابد ان اتحاد الكوره يكون حاسم. ده حقيقي مننا كابتن. ان اعضاء مجلس الاداره بعيد عن اللجان. علشان ما يبقاش فيه ضغط عليهم انتخابي. لان كل المواضيع في مصر ماشيه ان انا بعد الدوره دي انا معاك في الايه؟ في الانتخابات. اوكي. فهمت. فيا ريت ينقوا بنفسهم ويحافظوا على مصر وصوره مصر، ويحذوا حذو القوات المسلحه في اداره شؤون اي حاجه في البلد. صحيح. صحيح. لابد يا كابتن مدحت. نعم. ان هم وبقوه، وانا بناشد وزير الرياضه باعتباره قائم على الرياضه المصريه، ان هو في قانون الرياضه يبقى فيه نص صريح بالذات لاتحاد الكره المصري
الاتحادات كلها، الاتحادات كلها كابتن مدحت ما يبقاش رئيس لجان. يعني يحذر على اعضاء مجالس ادارات الاتحاد اتحادات المختلفه الاشراف على اللجان او رئاساتها. طب انا هقول لك على حاجه كابتن مدحت بالمناسبه نعم. الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، نعم، شوف بيديرها ازاي. طبعا ما عندوش اي مشاكل لانه ما عندوش على الاطلاق انتخابي يا كابتن مدحت. صح، معلش. ده كلام، ده كلام مهم قوي. وانا ان شاء الله هيبقى لي معاك ان شاء الله حلقه نستعرض فيها الكلام ده ان شاء الله. لينا الشرف يا شنبي. اشكرك، اشكرك شكرا جزيلا.